بداية أنا تزوجت في عمر 15 سنة فعلا، أنهيت صف تاسع، ومن ثم أكملت دراستي الثانوية ونجحت فيها بمعدل 73.4، وبعدها أكملت الدراسة الجامعية بكالوريوس تربية ابتدائية في الجامعة المفتوحة. هذا كله عمل عندي صقل صراحة لشخصيتي، ودفعني إني يكون عندي حافز أكبر إني أجيب شهادات أعلى. فبفضل ربنا طبعا اني انا الحمد لله قدرت اني احقق، خليني اقول طبعا هو العلم ما له حد اكيد، بس قدرت اني اكافح واتعب واخذ شهادات مهمه في حياتي، واهمها بفضل الله طبعا كنت اسعى لها من صغري هي حفظ القران الكريم، وفضل الله طبعا اني انا قدرت اني احصل عليها، وهذا كله فضل ربي علي، ويحتاج الى يعني الكثير من الإصرار والتحدي في حياتنا. طبعا الحمد لله احنا بندخل دورة التدريبات العقلية لإنعاش العقل والذاكرة، من خلال هاي الدورة مدتها 77 ساعة، دورة تدريبية مكثفة على مدار الساعة، مدار النهار، على مدار اليوم. لازم احنا نكون عنا لما ندخل هاي الدورة نكون فعلا داخلينها عن قناعة وعن يقين ان احنا بدنا نتقن، ان احنا بدنا نحفظ، احنا مش فايتين نجرب ان هاي صادقة او مش صادقة الدورة، لان احنا طبعا سمعنا كثير انه هذا الحكي مستحيل وهذا الحكي فيش منه. طبعا احنا مستحيل نحفظ القرآن في 6 ايام اكيد يعني، ولا ب10 ايام. احنا دخلنا دورة مدتها 77 ساعة، يعني لو بدنا نحكي شهرين او اكثر. بيعملونا اختبار للذاكرة مدته 6 ساعات بس، هم يعني بيقيسوا مستوى الحفظ عندك، يعني هم مش بدهم مش يحطون علامات عليها، لا بس بدهم يشوفوا مستوى الحفظ عندك في بداية الحفظ الى حين تنهي الدورة. بالنسبة لاولادي بدي احكي شغلة مهمة جدا، اولادي وزوجي طبعا وعلى رأسهم زوجي، لولا دعم زوجي معي بهاي المرحلة مراحل حياتي كلها. ولكن خلينا بما اننا فتحنا موضوع القرآن الكريم في 6 ايام، موضوع الدورة، لولا دعم زوجي معي بهاي الفترة، ولولا اولادي اتفهموا انه انا بدي افوت هاي المرحلة وجاد فيها ومعني فيها، كلهم ساعدوني. ريان الله يرضى عليها من صغرها وهي تتردد على المسجد وتحفظ، وانا كنت داعمة لها وهي كانت داعمة لي، الله يرضى عليها. فلما ريان حفظت انا كنت حاولت احفظ معها، فوجدت قبل دخول الدورة طبعا، فوجدت اني انا مش قادر انجز، يعني بنتي كانت تحفظ بطريقه سريعه جدا، انا لما اقعد احفظ واحكي لها سمعي لي لا، كان مستواي اقل من جيد صراحه. فكانت يعني تصيبني حالي من الشعور بالضيق والزعل، يعني طفله بتحفظ وبتنجز وما شاء الله عليها، يعني اوشكت على اتمام القران الكريم وانا لساتني مش قادره امشي معها يعني باللي هي وصلت له. فكان دور ريانا بحفظ القرآن الكريم طبعا دافع كبير إلنا في كل البيت صراحة، يعني ما بنكر هاي الجزئية. كانت ريانا برضو لما بتشوفني أني أنا بحفظ ومش قادر أمشي معاها بالحفظ كانت تشجعني، تحكي لي لا ماما أولها الإشي صعب بس بعدين أنت بتشوفي أسهل، بعدين أنت في تشجيع كثير كان من ريانا، والشعور النفسي والهدوء النفسي اللي سيطر على البيت بعد حفظ ريانا الحمد لله يعني كان له أثر كبير علينا، والله يرضى عليها وإن شاء الله عقبال إخوتها الباقين. بدأت رحلتي بالقرآن الكريم منذ الصغر وأنا بحاول أني أحفظ القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين توفقت أني أحفظه قبل التوجيه، وهذا هو كان الهدف الأساسي اللي ساعدني فترتها اللي هي فترة إدراب المعلمين، وكان في عندي عطلة 3 أشهر كنا ناخذ فيها دروس خصوصة، بس أنا أتميته قبلها، كان متبقي لي 15 جزء. وقتها نويت اني اختم القرآن الكريم في فترة قياسية ان اخلصها قبل ما ادخل توجيه، وهذا كان هو الهدف الاساسي. الحمد لله رب العالمين، ما كنت متوقع انه فعلا 15 جزء راح اختمها بشهر او شهرين، الحمد لله رب العالمين قدرت اني اختمها، وظهر اثرها علي في الصف 11 لما حصلت على معدل 99، ومن ثم بالتوجيه القرآن الكريم سهل علي مرحلة التوجيه بكثير، ما اني انا بالفرع الادبي، والفرع الادبي زي ما معروف بتطلب حفظ كثير، كنت اذهب للجامع بالايام المحددة واكون يعني حافظ قد ما ربنا يقدرني 10 صفحات 5 صفحات واكثر او اقل، واسمعهن عند المحفظات في الجامع. بالبداية امي كانت مشجعة اني انا ادخل القرآن، هي كانت تحاول قبل ما اصلا يعني تتزوج او قبل ما تجيبنا، فقررت تعكس هالاشي على اولادها ودخلتني، هي اللي كانت اللي عرفتني على الجامعة وكانت اللي ادخل وكذا، ودخلت والحمد لله.
كانت معي يعني من البداية، كان دايما تشجعني. يعني الواحد خلال فترة حفظ بتعب، بحس انه الاشي صعب، بس هي كانت دائما المشجع الاساسي لي، كانت دائما اللي وصلتني للي انا كنت اوصله. كنت دائما احكي له ما بقدر احفظ باليوم مثلا 5 صفحات و 6 صفحات، كانت هي تشجعني تقول لا بتقدر، ودائما ضلها معي. والحمد لله فضلها انا دخلت التحفيظ وحفظت، وبعدين انعكس الاشي، صار عكسه، هي صارت انه كمان بدها تحفظ، هدفها لسه هي نفسها تكون حافظة ما وصلت له. فانا حاولت دائما اني اساعدها تكون معي، او لما انا احفظ اشجعها تيجي تحفظ معي، ولكن زي ما حكت هي سابقا كان الاشي صعب وبده زي يعني اعادة انعاش للدماغ الها او ترجع تحفظ، كان صعب يعني معي.